يا أصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة هحكي لكم قصة جميلة خالص، وهي قصة قديسة جميلة. القديسة دي اسمها القديسة مهرائيل، ومعنى اسمها إيرين، وإيرين يعني سلام، إيرين يعني سلام الله. وكان البنت دي عندها 12 سنة، وكان باباها كاهن واسمه يؤنس، ومامتها كان اسمها إيلاريا. وكانوا يا أصحابي ما بيخلفوش بقالهم فترة طويلة، وكانوا عمالين يسلوا، وبابا يسوع بعت لهم إيلاريا. وفجأة وما إيلاريا يا أصحابي بقى عندها 12 سنة، فجأة وهم باباها ومامتها كانوا بيصلوا، لقوا الباب بيخبط. يا ترى مين بيخبط؟ يا ترى مين؟ فتحوا الباب، لقوا أليسا باط وماما العدرا. أليسا باط وماما العدرا يا أصحابي جم عشان يقولوا لهم خبر حلو خالص، إن إيلاريا هتروح السماء مع بابا يسوع، وإن مهرائيل هتروح السماء مع بابا يسوع. ومهرائيل طبعا فرحت. وبعدها يا أصحابي بعد شوية كده يا أصحابي، مهرائيل كانت راحة عشان تملك جرة، الجرة دي بتحط فيها مية كده. وبعد كده يا أصحابي لقيت ناس قاعدين في مركب كده، والمركب دي ماشية عليها المية، المركب دي كانت في المية. فراحت فهم كانوا رايحين عشان يستشهدوا. فمهرائيل عرفت، قديسة مهرائيل عرفت بكده، فراحت كمان عشان تستشهد معاهم، وراحت عشان تستشهد معاهم يا أصحابي. وبعد كده يا أصحابي حطوا مهرائيل في صندوق ومشوه على المية، والصندوق ده وهي ومهرائيل كانت عمالة تصلي تصلي تصلي. وفجأة ظهر لها بابا يسوع رب المجد، وقال لها يلا يا مهرائيل نروح السماء مع بعض. وفعلا مهرائيل راحت السماء مع بابا يسوع. مهرائيل دي قديسة وشهيدة عظيمة. أشوفكم المرة الجاية يا أصحابي. باي باي.